اذا عندنا راح نطلع الان على اول وحده من انواع الكنترولر. هذه هي عباره عن اون اوف كنترولر، من ابسط تطبيقات الكنترولر، وموجوده كثير منتشره كثير بال في ناس بيسموها بانج بانج كنترولر. هلا اللي عملته انا هون اخذنا اول شيء هون سيستم. السيستم هذا عباره عن فيرست اوردر سيستم. شو التايم كونستنت تبعه؟ 5 سكندز. اوكي، لاحظوا هذه هون المعامل تبع اس، المعامل تبع اس هو التايم كونستنت تبعه، واحد عليه هو اوميجا. فالبول بول ايش بيكون؟ اذا كان التايم كونستنت 5 ماينس 1 بول 1 على 5 ماينس 0.2 ماينس 0.2 راديانس بير سكند. اذا هاي الغرفه كاني عمالي بقول انه هاي الغرفه اذا بديت اسخن فيها، اذا بديت احط فيها مثلا هيتر ورح تبدا حرارتها تزيد، ال 5 سكند شو بتمثل فيزيكلي؟ تايم كونستنت. معناها لو انا بديت اسخنها بعد 5 سكند قديش رح تكون وصلت من الفاينل فاليو اللي كانت توصل له؟ 67%، مش هيك؟ وتقريبا بعد 5 تايم كونستنت تقريبا شو رح يصير فيها؟ رح توصل تقريبا الفاينل فاليو، اوكي؟ نعم 63% رح توصل افتر 1 تايم كونستنت رح توصل 63% من الفاينل فاليو تبعها. انا هون عندي هيتر، والاصح كان يمكن اني اسمي ما دام ما احط عليها جين اسميها هيتر حتى اوضح. اذا هاي خلينا نسميها هيتر، الكتريك هيتر مثلا او هيتر. اوكي، هلا هذه هون الكنترولر، هذه عباره عن اون اوف كنترولر وذ هيستريسيس. الهستريسيس على فكره احيانا بيكون موجود في الطبيعه في الاشياء، بس احنا هون شو عملنا؟ احنا ضفنا هستريسيس، احنا ضفنا هستريسيس ولسبب هلا رح تشوفوا ليش. اذا عندي هون انا هلا الهيتر، الهيتر انا ما حطيتها، ما دخلت بتفاصيل انه هي بتعطيني كذا جول بير سكند او كذا وات مثلا. يعني لو انت جبت من هذول الهيترز الكهرباء قديش بتعطيك؟ كم جول بير سكند بتعطيك؟ كم وات بتعرفوا؟ تقريبا كيلو وات او 2 كيلو وات. يعني شو ايش يعني 2 كيلو وات الهيتر لما بشغلها شو بتعطيني؟ 2 كيلو جول بير سكند. 2 كيلو جول بير سكند يعني 2000 جول عماله بتعطيني الهيتر، اذا كانها مثلا 2 كيلو وات هيتر عماله بتعطيني 2000 جول بير سكند، بس انا ما دخلت بهاي التفاصيل، المفروض لو بدي اشتغل بشكل صحيح ادخل بالتفاصيل كم جول بير سكند بتعطيني كم وات. انا حطيتها هون انه هي بتوصل درجه حراره الغرفه ل 30 بعد اذا شغلتها فتره طويله جدا حتى ابسط الامور. اذا هون راح اشغل هلا الهيتر، يا بتكون اون يا بتكون اوف، ما فيش عندي نيجاتيف هيت. لاحظوا الكنترولرز، كثير من الكنترولرز احيانا نزل ايرور نيجاتيف رح يعطيني نيجاتيف. هذا مثلا بنشوفه في الدي سي موتور، اذا عندي دي سي موتور مش بقدر اخليه يعطيني بوزيتيف تورك ونيجاتيف تورك. اذا الايرور نيجاتيف شو رح يعطيني؟ مثلا بوزيتيف تورك حسب اذا معكوس، واذا الايرور بوزيتيف رح يعطيني نيجاتيف تورك. لكن بالحاله هاي ما في عندي كولر، هذه بس هيتر. يعني الهيتر هاي رح يكون فيها تو ستيتس، ايش هم الستيتس الاثنين؟ يا اما بيجيها زيرو وبتكون اوف، يا اما بيجيها 1 وبتعطيني فاليو بحيث انه يوصل درجه حراره الغرفه ل 30. هلا اللي انضاف هون هذا عباره عن اون اوف كنترول. الاون اوف كنترول على ايش رح تشتغل؟ ايش هون عندي موجود؟ الايرور، والايرور رح يشتغل على حاصل الطرح ما بين ايش هذا الفاليو سميناه؟ خلينا نسميه الريفرنس، اذا احسن ما يضل كونستنت من هون. اذا هذا الريفرنس او الديزايرد فاليو، ايش انتم سميتوه؟ ايش انتم بتسموه؟ ديزايرد. اذا بنسمي هذا الديزايرد روم تمبرتشر. اوكي، واللي بالحاله هاي 22، واذا بدنا نكون دقيقين كمان اذا بتحب نحطها هون سلسيوس ان سي. اوكي، ديجريز سلسيوس. اذا عندي هاي ديزايرد روم تمبرتشر، اذا هذا بامكاني اكتب عليها هون التوثيق الجيد. اذا بنحط تقدر تحط هون هلا هون ديزايرد فاليو، هذا ايش راح يكون؟ هذا الفيدباك والاكشوال، هذا الاكشوال فاليو مزبوط. عم نطرح اثنين من بعض، وإذا بدك تحط كمان هون بإمكانك تحط الايرور، والايرور راح تكون وحدته كمان سلسيوس. هذا الايرور وحدته سلسيوس، هذا وحدته سلسيوس. ما بصير أطرح قيمتين من بعض إذا ما لهمش نفس الوحدات، مش هيك؟ أنتم مهندسين بصير؟ ما بصير، ما بصير أطرح أو أجمع قيمتين إلا إذا كان لهم نفس الفاليو. إذا هون طرحنا الاثنين من بعض أعطاني ايرور، وإحنا هون رح نستخدم أبسط أنواع الكنترولرز. رح مستخدمين إحنا أون أوف كنترولر، بس ما خليناها بس أون أوف كنترولر، أعطيناها هون هيستريسيس. فالهستريسز اللي اعطيناها هي قلنا انه هذه عندي، خليني اشوف انا قديش الباند اللي حاططها. هلا انا اللي عامله في عندي سويتش اون بوينت، هلا الايرور، الايرور اذا كان زيرو الوضع عندي ممتاز مش هيك؟ بس انا راح احط شويه باند حوالينا، فراح احط بلس 2 وماينس 2. يعني ما راح اشغل الهيتر
الا لما يصير الايرور عندي. اذا كان الايرور بوزيتيف شو يعني؟ يعني الديزايرد فاليو اعلى من الاكتوال فاليو، مش هيك؟ لا، اذا الديزايرد فاليو اعلى من الاكتوال فاليو بدي اطفي السيستم، مش هيك؟ بدي اطفي الهيتر. اذا هاي سويتش سويتش اون بوينت ايرور. لا مضبوط، عفوا، الديزايرد فاليو اعلى من الاكتوال، معناها الاكتوال فاليو اقل، معناها بدي اشغل عشان مضبوط، فبشغل. فهذه سويتش اون بوينت والسويتش اوف بوينت ات ماينس 2. اذا صار عندي درجه حراره الغرفه اعلى بدرجتين من درجه الحراره اللي انا بدي اياها، معناها صارت الغرفه حامل، مش هيك؟ وبإمكانك انت تغير الباند هذه اذا بدك، عادة راح تكون سيمتريكال، ما في سبب انها ما تكون سيمتريكال، يعني تكون الفاليو هذا كماجنتيود مساوي للفاليو هذا للماجنتيود، والاوتبوت راح يكون 0 1. هون ايش عمالي بحكي؟ بقول اطفي الهيتر. هلا كان ممكن يكون عندي دي سي موتور مثلا سالب واحد، والدي سي موتور بحطه سالب واحد، بدي اياه يعطيني نيجاتيف تورك او يعطيني بوزيتيف تورك، اوكي؟ ماشي واضح؟ فاهمين؟ هون الاكتويتر، يعني هون بدنا ننتقل نطلع احنا على الكنترول سيستم ونترجم الكنترول سيستم لريل كومبوننتس. هذا عبارة عن كومبوننت، هذا راح يكون عندي الثيرموستات اللي بحرك عليه بايدي، يعطيني الفاليو. وهون راح تكون عندي هاي السنسر، مش هيك؟ ونوع السنسر شو احتمال يكون في الغرفة؟ ثيرموكابل، ممكن يكون ثيرموكابل او ثيرمستر مثلا، عماله بقيس درجة الحرارة من هون، وبحوله هون لإلكتريكال فاليو، في حين ان هناك، وعلى فكرة احنا ما حطينا ايش اللي ما حطيناه هون بشكل واضح؟ ما حطينا الترانسفير فانكشن تبعت مين؟ تبعت الفيدباك، تبعت الترانسديوسر. الترانسديوسر نفسه او السنسر فيه ممكن يكون له ترانسفير فانكشن، يكون بس جين، مضبوط، ممكن يكون جين، وممكن يكون فيرست اوردر سيستم، ممكن يكون سكند اوردر سيستم. نفس الترانسديوسر ممكن يكون له ترانسفير فانكشن. الكل فاهم هاي النقطة؟ هاي نقطة مهمة جدا. احنا في كثير احيان لما نيجي نحط هون بنحط الترانسديوسر، بنحط الترانسديوسر له جين واحد. طبعا لاحظوا في اكثر من شغلة احنا مخفينها هون. هون اليونتس ايش بهاي النقطة؟ سلسلس. بس هو راح يتحول لالكتريكال فاليو داخل الكنترولر، مضبوط؟ هذه واحدة. والثانية انه هذا الترانسديوسر فيه له ترانسفير فانكشن. اذا ثيرموكابل يمكن يكون فيرست اوردر سيستم، وهذا الفيرست اوردر سيستم راح ياثر على الاوبريشن تبع الفيرست اوردر سيستم راح ياثر على الاوبريشن تبع السيستم بول. راح يضيف على فكرة بول. هذا كم بول عندي هون؟ بالرايت هاند سايد ولا بالليفت هاند سايد؟ ليفت هاند سايد. هل هو ستيبل؟ ستيبل. اوكي، هو فيرست اوف سيستم ستيبل ولا وان بول؟ هذا هون اذا كان الترانسديوسر في له هو نفسه ترانسفير فانكشن وكانت فيرست اوردر سيستم، فعليا السيستم راح يتحول لسكند اوردر. بس البول الثاني من وين اجى؟ من الترانسديوسر. بس اللي في واقع، اللي بيصير في الواقع انه بنلاقي انه الترانسفير فانكشن البول تبع هذا ماتش مور دوميننت مقارنه بالبول تبع هذا. شو يعني نقول بول دوميننت؟ بيكون اقرب شو يعني مسيطر؟ اقرب بكثير لمين؟ للجي اوميجا اكسس، اوكي؟ البول اللي بيكون قريب جدا للجي اوميجا اكسس بيكون هو الدوميننت. فكقاعده عامه، اذا كان البول تبع الترانسديوسر 10 اضعاف او اكثر البول تبع الترانسفير فانكشن بقدر احمله منه. اوكي، هاي كقاعده عامه. طيب، اذا احنا هيك هلا جهزنا الكنترولر واحنا حطينا هيستريسيس. هلا اللي راح يصير عندي هون بالحاله هاي انه في عندي 2 degrees سلسيوس خطا بلس ماينس 2 degrees بالحاله هاي. فاذا جينا شغلنا الان السيستم، طبعا انا ايش مدخل هون؟ جايب الانبوت تبع الكنترولر اللي هو الايرور، والاوتبوت تبع الكنترولر راح يكون بس 1 او 0، يعني اون او اوف الكنترولر، مش بروبورشنال زي ما راح نشوف بعدين. ماخذهم انا الاثنين هون مدخلهم هون على السكوب، وخلينا نشغل الان السيستم. هلا لازم نطلع على الاوبريشن تبع السيستم. اول شيء خلينا نطلع على درجه حراره الغرفه. درجه حراره الغرفه ايش عم بيصير فيها؟ من وين بدت اول شيء درجه حراره الغرفه؟ زيرو. شو الزيرو اهميته هون؟ ايش معناه الزيرو فيزيكلي؟ بالفيزيكال سيجنيفيكانس بالكلام. كانت بارده. بارده، تمام. نفس الامبيانت. الامبيانت، اشكرك، الامبيانت. يعني عمالنا بنقول انه في هذيك اللحظه احنا اول ما اجينا على السيستم وجدنا انه درجه حراره الخارج الجو كانت زيرو، درجه حراره الغرفه زيرو، وبعد لما اتركهم فترة طويلة جدا شو راح يصير فيهم؟ هدول التنين راح اجي الاقي هل في سبب يدعوني انه درجة حرارة الغرفة تكون مختلفة عن درجة حرارة الخارج؟ لا، نفس. إذا بدينا احنا من زيرو، هذا طبعا مش شرط انه دائما يكون صحيح، أنت ممكن تقول لي والله درجة حرارة الأمبيانت كانت 12 أو 11، فالمفروض تخلي السيستم تبعك يبدأ من هناك. مش تكون دقيق، الانيشال فاليو، الانيشال فاليو تبع درجة حرارة الغرفة راح يكون مثلا 10 أو 11 أو 3، أوكي؟ ماشي واضح؟ إذن هذا وين بدنا نحطه؟ بنقدر نحطه اظن انيشال فاليو. بنحطه انيشال فاليو، اظن بتحطه انيشال فاليو بالاوتبوت اللي هون، مش هيك؟ ترانسفير فانكشن. دكتور انيشال فاليو بس بيكون في الانتجريتر. في الانتجريتر، طب كيف بدي احط هون انيشال فاليو انه يكون زيرو؟ لازم
لازم تحط ستيب الاول قبل من لا لا لازم يكون في شيء يعطيني لا لازم يكون في شيء يعطيني انيشال فاليو ما في هون شيء طيب انا مش متاكد منها هون واضحه جدا هي بالانتجريتر لو عندي انتجريتر رح يكون في له اوتبوت فاليو انيشال فاليو اوكي هون هلا اخذنا زيرو اذا هلا السيستم بدا عندي هون لما اشتغل اخذناه هون اشتغل هلا واضح ايش عم بيصير هلا هون بيشتغل هذا الكير ايش سببه الفيرست اوردر هذا الفيرست اوردر سيستم ايش التايم كونستنت تبعه خمسة. كيف بدي اتاكد هون فيزيكلي انه خمسة؟ بدي طلعت على 30 واخذت 67% من 30 قديش 67% من 30 تقريبا 20 مزبوط رح ياخذ تقريبا 1 تايم كونستنت حتى يوصل 67% وهذا اللي صاير هون مزبوط هي بدا بزيرو هي تقريبا 5 سكندز ات 5 سكند وصل تقريبا 20 مزبوط واضح فاهمين ولو تركته وما طفيت الكنترول وين كان رح يوصل 50 ل 30 سكند لانه الهيتر رح تضلها شغاله لحد ما توصله ل 30 طيب سؤال ثاني ليش درجه الحراره الغرفه بتوقف عند 30 انا اجيت هلا انسى الكنترول سيستم عندي الغرفه هاي سكرت الشبابيك سكرت الباب شغلت الهيتر شغلت الهيتر بدات تزيد درجه الحراره ليش ما بتضلها درجه الحراره تزيد الى الابد انه الجيم محدود الجيم سيستم ستيت فاليو 30 نيجاتيف ايش اللوسز بتطلع من تمام اذا انا مستحيل اني اعزل هاي الغرفه تماما ففي البدايه راح تبدا درجه حراره الغرفه تزيد لما تبدا درجه حراره الغرفه تزيد شو صار الفرق بدرجه الحراره بينها وبين الخارج عم بزيد كل ما زادت الفرق بدرجه الحراره الجريدينت التمبرتشر جريدينت شو راح يصير رح يصير الترانسفير تمام اذا عند نقطه معينه رح توصل نقطه اكوليبريم اللي هي 30 درجه اللي عندها ايش بصير كميه الحراره اللي بتعطيني اياها الهيتر مساويه لايش لكميه الحراره اللي طالعه اذا بدي اخليها ترتفع شو بدي اعمل يا بقوي الهيتر بجيب هيتر اقوى يا بعزل الغرفه هاي بشكل احسن ماشي واضح فاهمين هاي الفكره ما رح تضلها درجه الحراره تزيد الى الابد لو انه الغرفه هاي معزوله عزل بيرفكت 100% معزوله 100% ولا يمكن ينفذ منها اي شيء شو رح تصير درجه حراره الغرفه رح تضلها تزيد باستمرار اوكي ماشي واضح فاهمين هاي النقطه الكل فاهم هاي النقطه اذا عندي فيرست اوردر سيستم او اي سيستم عمالي بحط فيه حراره باستمرار في البدايه الفرق بدرجه الحراره بين الداخل والخارج قليل فالتهريب ايش بيكون قليل فرح تضلها تزيد درجه الحراره لكن عند درجه حراره معينه شو بصير ببدا الخساره ليش زادت الخساره على درجه الحراره العاليه عندي جريدينت الكل فاهم شو فكره الجريدينت معنى الجريدينت الفرق دلتا تي بين درجه الحراره الداخليه ودرجه الحراره الخارجيه اذا بدا يزيد عندي من هون هلا بنلاحظ هي عم بيصير عندي هلا هدول بتطلع على هدول اللي هون عندي هذا هون الايرور الايرور هون بوزيتيف لما وصل الايرور نيجاتيف معناها صارت درجه حراره الغرفه اعلى من درجه الحراره بمقدار قديش مقدار درجتين الايرور صار نيجاتيف شو اضطريت اعمل بالهيتر؟ طفيتها طفت معي الهيتر. لما طفت معي الهيتر شو راح يصير هلا بدرجة حرارة الغرفة؟ لما طفيت الهيتر. هذا الخط اللي نازل ايش هو؟ هذا الخط اللي هون شايفينه؟ ايش هذا؟ كيف عم بينزل؟ هذا خط مستقيم؟ لا ايش هو؟ تايم كونستنت بتبع التايم كونستنت نفسه، اوكي؟ إذا هو السيستم عماله بيحمي على تايم كونستنت وبطفي كمان ببرد على تايم كونستنت، لذلك ما نزلت فجأة ولا نزلت بخط مستقيم، لو أعطيتها وقت الكل فاهم هاي النقطة؟ هذا الخط اللي هون نزول لو تركته ينزل كيف راح ينزل؟ هيك مزبوط؟ وشو التايم كونستنت اللي بتبعه؟ زي الكباستر اللي كان يعمل معكم تشارجينج وديسشارجينج نفس الفكرة تماما بالضبط ليش ما بوصل 30 لانه انا خليته يطفي قبل ما يوصل، ايمتى بتطفي على فكره؟ ايمتى بتطفي الهيتر؟ 24 ليش 24؟ 22 حطيت 2 انا، حطيت 2 اذا انت مزعجك ال 24 وال 22 شو بدك تضطر تعمل؟ بدك تقول لي الباند هذه كبيره قللها انا طلبت 22 وعم بوصل عندي 24 وطلبت 22 وعم بنزل عندي ل 20 شو بدك تضطر تعمل؟ بتصغر الباند في الهيستريسز بس الثمن اللي بتدفعه الثمن اللي بندفعه سويتش بصير هاي بصير الهيتر هاي تضلها تشتغل وتطفي تشتغل وتطفي مرات احنا مش محبب عندي اضل اطفي السيستم واشغله باستمرار فبدك تصير تدفع الثمن طبعا هذه مش ايديال لكن في بعض حالات هل انت بتفرق معك كثير اذا كانت 23 او 21 اذا احنا خلينا ننزل مثلا لو بدنا ننزل احنا الباند هاي الهيستريتيك الهيستريسز باند وراح ننزلها هون مثلا واحد وماينس واحد فالباند هلا صارت عندي هو الريلي هو الريلي حتى اسمه ريلي بالماتلاب انا هلا قبل ما اغيره كان محطوط تحته ريلي اوكي بس ريلي مش معناها نفس الريلي اللي عندك هي اون اوف اوكي اذا هلا تحسن عندي
الريبل قلب الريبل، لكن صرت اعمل سويتشنج اون واوف للهيتر اكثر من هيك. هلا انت بدك تقرر هل الهيتر هل كويس اني اضل اشغل الهيتر واطفيها، او اذا كانه بويلر ممكن يكون هذا بويلر، بويلر معمول له على الديزل او على الغاز بيشتغل، فالبويلر هذا عمال بضل اطفيه واشغله. هذه تقريبا مقبوله مقبوله من هون. هلا لو احنا في غرفه زي هيك وين بنحط الهيتر مثلا؟ فرضا حطينا الهيتر هون، وين لازم احط الثيرموستات؟ ما بروح بحط الثيرموستات جنب الهيتر، ليش؟ بدنا يكون هوموجينيس في الغرفه بحطه. تمام، اذا ما بحطه قريب على الهيتر بدي احاول احطه في مكان بس مكان منطقي، مثلا ممكن احط الهيتر هون فرضا بحيث اني اتاكد انه الحراره بدات تنتشر. اذا حطيته عند الهيتر مباشره شو الغلط بصير؟ ممكن يصير يسخن لانه قريب من الهيتر وبقيه الغرفه لساها بارده، وكمان ما بحطه في مكان يعني غريب او صغير، مثلا ما بروحش بحطه هناك في في الزاويه هناك تحت تحت تحت، ممكن ما توصلش درجه الحراره. اوكي، بنحطه في مكان منطقي، ويمكن اذا كانك انت بدك تتفلسف وتعمل شيء هذا ممكن تحط مجموعه من الهيترز وتاخذ مثلا قراءات وتعمل لهم فيوزيون او تعمل فازي كنترولر وتطلع على الهيترز درجات الحراره المختلفه الموجوده في الغرفه سنسرز. تمام، بتحط مجموعه من السنسرز تمام وبتحطهم هناك. كل فاهم هذا واضح لها؟ هلا ما تستسخفوا الاون اوف كنترولر، ليش؟ لو في كثير من السيستمز بتشتغل على الاون اوف كنترولر، في كثير من السيستم زي مثلا لو عندي تانك ليفل، اي سيستم اي كنترول سيستم بدنا له كنترولر بسيطه، واحنا مش ما بزعجنا كثير اذا في شويه ريبل في الكنترول، ممكن استخدم له اون اوف كنترولر ببسط الكنترول بشكل كبير. وعلى فكره هون احنا ما احتجنا موديل لما صممنا الكنترول تبعتنا، ما احتجنا موديل. هل احتجت اني اعرف الموديل تبع الكنترولر؟ يعني هاي الكنترولر كان ممكن تكون بلاك بوكس بالنسبه لي. خليني اشوف اذا صغرتها هون بركي يختفي الترانسفير فانكشن عشان افرجيك انها خلص مش راضي تختفي الترانسفير. الفكره كنت بدي افرجيكم اياها، ممكن تكون هاي بلاك بوكس مغطى عليها فيزيكس، ما في حاجه اعرفها. بس ايمتى انا بحاجه اعرف الموديل تبع السيستم؟ مثلا لو بدي اعمل روت لوكس، لو بدي اعمل ديزاين على روت لوكس، هل بقدر اعمل ديزاين بالروت لوكس بدون ما اعرف الموديل تبع الكنترولر؟ لكن احيانا احنا بنحب بيكون عندي كنترولر بسيطه ديزاين لكنترولر ما بحتاج اعرف فيه الموديل، لانه مش دائما الموديل متوفر. اوكي ماشي.